هذه ركنيه للاتسيو تلعب بقوس، هدف اول، هدف اول للاتسيو في كره تستقر داخل الشباك وسط احتجاج وغلب نابولي. اللاتسيو سجل، لوكا بانتي سيتجه باتجاه الحكم المساعد، الحكم القادم الليفورنو، هل سيضع نفسه في مشكلة في هذه الكرة وسط احتجاج من جانب لاعبي لاتسيو أمام دي سانتيس؟ سبب المشكلة الحكم اللي تردد في القرار، شوفوا الإعادة، لمس واضح، لمس من كلوزي، ميروسلاف كلوزي على طريقة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا اللي أبدع وتألق على أرضية الميدان وعنده لمسة يد شهيرة في مونديال 86 أمام إنجلترا. كلوز الألماني حاول أن يخدع الجميع بما فيهم لوكا بانتي بيرامي في حديث ونقاش مع الألماني كلوز، لا تفعل هذا مرة ثانية يا عزيزي. الحكم المساعد انتبه للقطة، تصور لو احتسب هذا الحكم سيكون جدل كبير. وأول المنتقدين هو دي لاورينتيس.